أذكى حرامي بالعالم العربي طلع سعودي. يعني سرق هو وصاحبه أكثر من 1.5 مليون من اي تي ام من تبع البنك، وما حدا شاف ولا من دري يعني. سرقهم وكذا، شمع الخيط وفركه، بس قد ما انبسط بالخبرية الهبيلة قام ليك تصور سيلفي هو والمصريات، المصريات خلفه. ايه وحطها على انستغرام، حطها على انستغرام. شو قال؟ هذا انا والمصريات خلفي. ونزلها على انستغرام لياخذ لايكات. قاموا لايكوا له الشرطه دري. عملوا له بيج لايك، بيج لايك الشرطه، وعزموه على فنجان قهوه بالمخفر. قالوا له ايش هذا يا حمار؟ Yeah.